الحقيقة الإنسان كيتسنى بها التكريم في عمره كله، يعني الحمد لله أنا على قيد الحياة وسني هذاك التكريم. هذا الله يطول العمر سيدنا ويطول المسؤولين على هذه الالتفات هذه، وكل فنان كيما كان كينتظر هذه المناسبة هذه، ودايرها كل واحد وطريقة ديالو. يعني حقيقة الطريقة ديال الفن راه شوية صعيبة، لأنه الإنسان كيخصو يصبر، كيلقى مشاكل، كيلقى العراقيل، كيلقى، ولكن إلا جا الإنسان غير يوصلو ذاك العراقيل وينساحهم من الميدان ما غاديش يوصل. خص الإنسان يصبر، يعني هاد الشباب أنا كنوصيهم باش يصبروا، يخدموا ويصبروا، ولا داروا غير 5% في حياتهم ديال هاد الميدان، غاتجي 5 أخرى وغايجيو 10 وغايجي 1000% مثلا. يعني الإنسان يصبر، ميدان شوية صعيب، ولكن دابا هاد الوقت ماشي بحال الوقت اللي عشنا فيه حنا. حنا ما كانوش عندنا شي حاجة اللي كننتظروها، ما كانت لا وزارة الثقافة، ما كانت الشيبور الرياضة، ما كانت تعطي لا دعم لا والو. يعني كنا إلا درنا شي حاجة كنديرو على حسابنا، لا من الماكلة، لا من المصروف، لا من يعني العروض كنفشلو فيهم، ما كيكونش الناس، ما عندناش باش نديرو الدعاية، خاص مثلا الدعاية، خاص حاجة التلفزيون ما كانش كتعطينا، كانت كتعطينا المناسبة باش نديرو الدعاية، خاصنا نعطيوها العرض، حنا ما عطيناها العرض، ما نقدرش نديرو به جولة، مشى لينا. هادو كلهم مشاكل اللي كنا كنعيشوها. دابا لا، دابا تفتح المجال، ولاو الجمعيات كياخدو الدعم من الوزارة، ولات كاين محلات، يعني مركبات فين غادي يعرضو ما كيخلصو فيهم حتى شي حاجة. حنا لا، خصنا إما السينما كتقدر تكون شوية غالية، وإما دار الشارع كتكون ماشيين في بعض المدن، كنضطرو نعملوها يعني في الساحة ديال المدرسة، ولا في الساعة ديال القيادة كنديروها تما العروض ديالنا. ولدي هو الفنان، كيبقى ديما فنان، ماشي فنان وإداري، خصو يدور مثلا شركة، يكون عندها واحد الناس كتاب ديالها خاصين كذا، خاص يكون عنده بوكو دو فري. أنا فاش عشنا ما عندناش لي موايا بور تكون كريي أون سوسيتي، كنت أنا داير سوسيتي غير باش ناخذ الرخصة لا أقل ولا أكثر، لأن هما في هذيك الفترة هذيك كتقول لك المؤسسات ولا الوزارة اللي كانت في هذيك الفترة كيقول لك حنا نقدروا نعطوك غير عرض في الأسبوع، أش غايدير لك هذا العرض في الأسبوع؟ كيخص إنسان يمارس هذا الفن يوميا، ولا سيما كنت أنا خدام ديك الساعة في سوماكا كنقدر نريح مرة في الشهر نمشي ندير عرض، اللي كيلعبوا معايا ما خدامينش، دونك هما اللي ضايعين. لما فكرت باش ناخذ هذا المهنه كاحترافيه، في 71 درت جوله لراسي، ولكن كلها كانت خساره، لان الماكله عليا، كلشي عليا، المركوب. ولما كنصور شي مدينه خاصك تمشي تطبع الوراقي، هما الاولين عاد دير العرض، كتخلص الضريبه شي بلاصه تقريبا، الا درتي 1000 درهم خاصك تعطي 30000 فرانك ديال الضريبه. اش عيشت لي انا؟ ما كانش طوالو فيها الماكله وفيها الوعلة، ولا ومني درت هذاك الشركه ما بقى عندي باش نخدم، اضطريت نبيع الطوموبيل ديالي، لما درت البيع لقيتهم دايرينها في السيزي، الضريبه كتسالى 3 مليون. هضرت مع هذاك اللي في الضريبه قال لي غادي ندير معك واحد التسهيلات، عطيني 6 ديال هذاك ديال الشيكات باش ندوز هذاك الطوموبيل للسيد. إذن وليت خدام ثاني على الشيكات، 5000 درهم في المال كانت تجيبها في هذيك الفترة هذيك، وأنا كتشوف لي 100 درهم في العرض ولا ما كايناش. راه السينما هي كل شيء أستاذ، المسرح عنده واحد الوقت محدود، السينما ما عندهاش وقت محدود. السينما كيمكن لك دير فيلم يمشي لألمانيا، يمشي لبلجيكا، ينتشر، وهذاك الانتشار كيجيب المتفرج يشوف الدراء أو عاوتاني في الفيلم، كيشوفو يمكن يشوفو تاني واحد البروديكتور تاهو يقول هاد الشخصية بغيت تعمل في هذا الفيلم هذا. أما المسرح راه محدود، كيدوز في التلفزيون داز اليوم ساخسين صافي، اللي شافو شافو، وما كدارليش شي دعاية،
يعني بكري ما كانش الدعاء على بقتاه حتى كيدوزو عبد الرؤوف. كاين اللي كيشوفو كاين اللي ما كيجيو يقولوا له يلاه داز عبد الرؤوف كاع ما شتو. دابا لا دابا ولات واحد البروغرام كيدار راه عبد الرؤوف غيدوز مع الفلان الفلاني راه كذا باش كتكون الدعايه ديال الشركات اللي كيشاركوا كيشوفوا بزاف هذاك العمل. السيناريو خاص يكون كتاب كثير باش الانسان يسالي هذا الفيلم يبدا هذا الفيلم يفعل هذا والحركه كتكون مزيانه منوعه ماشي كتسنى واحد الفيلم ما غادي تصور حتى الافريل ولا ماي وانت جالس كتسنى خمس شهور بلا خدمه ولما كيجي ما كتكونش فيه شي حاجه يعني كثيره اللي غادي انا كنهضر على راسي كنهضر بصفه عامه اللي داك الفنان غادي يعيش به العام كله ومني كيسالي داك الفيلم صافي راه هذاك مسكين بقى بلا خاص تكون واحد اجره للفنان خدم او ما خدمش كان عنده بعدا واحد اجره ياخذها وعاد يشوف الفيلم واش غادي يكون فيه شي حاجه ولا ما ربي يخليك اودي توفيق للجميع الله يطول عمرك ربي يخليك ابراهيم في فرصه قادمه ان شاء الله ان شاء الله شكرا على هذه الاطلاله الجميله ربي يخليك نتمنى لك التوفيق شكرا الله يطول عمرك